قال مراسل الجزيرة أن 10 فلسطينيين استشهدوا وأصيب نحو 20 في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أبو عاصي التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأظهرت صور خاصة للجزيرة اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة أبو عاصي. وأضاف مراسل الجزيرة أن المصابين وجثامين الشهداء نقلوا إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، وتواصل فرق الإسعاف والإنقاذ البحث عن مفقودين جراء القصف. وبذلك بلغ عدد مدارس إيواء النازحين التي قصفها الاحتلال في شمال القطاع خلال أسبوعين أكثر من 20.